معينة على ما عارفين كيف بعدنا عايشين. بس قد ما الدمار كان كبير، بعتقد أول فكرة اجت براسنا هي كانت شو لازم نعمل، مش شو صار فينا. لكن هيك بس بشارع يا عزيزي، هون بس كرمال هيدا ما ينسى يحط الطبشير طبعا. 100% فكرنا كثير بسرعة شو عايزين العالم، شو معقول نحنا نساعد غير الـ NGOs يلي أوريدي موجودين على الأرض. وكانت باب الشباك